تفاهة نيوز. وي نشرتكم الأخبارية الموثوقة بما يخص التفاهة في الوطن العربي. أنا فيكم أخاف أجي معكم أحمد أبو الرب. يا جماعة يعني أحكي لكم الصراحة، يعني هذا الشهر من كثر كمية التفاهة اللي أجت فيه اضطريت أعمل مسلسل مخصص للتفاهة. إذا تخيلوا تخيلوا في الوطن العربي كل شهر شهرين بيجي إشي تافه وبيغزو كل السوشيال ميديا. بس في هذا الشهر صار اشي مميز، يعني اشي ما بصير كل مرة، اشي جديد. هذا الشهر اجا شغلتين تافهات دخلوا علينا، مش شغلة واحدة، تنتين. اول اشي بدنا نحكي عنه في تفاهة نيوز بدنا نحكي عن الفنان الراقي أسير الأحزان. اللي ما بعرف أسير الأحزان هو هذا الزلمة، إنسان مبدع صراحة، ما بعرف كيف انتوا عايشين من غير ما تعرفوه. كلنا بنعرف كاظم الساهر وكلنا بنعرف وائل كفوري، هذا أسير الأحزان يعني نفس الليفل، يعني نفس المستوى، نفس الشيء، بينافس عليهم. كاظم الساهر هلا خايف على حاله مبدئيا، في منافسين جدد يعني. هل عندك شك أن أسير الأحزان؟ آه يا حنان. طبعا الأغنية اللي شهرت أكثر شيء لأسير الأحزان اللي هي أغنية آه يا حنان، أغنية رائعة مبدعة، أحلى شيء فيها كمية المشاعر الموجودة. أكتب بس آه يا حنان على الموقع الخرافي، بيطلع لكم اول واحد فيديو أسير الأحزان عليه 3.5 مليون مشاهدة خلال شهر. اكيد اشي كثير خرافي صح، لانه عليه كثير مشاهدات، كل الاشياء الخرافية بيكون عليها كثير مشاهدات. بس حاب احذركم يا اخوان، انا زلمة بقدرش اتماسك مشاعري، خصوصا يا اخوان كونه اسم الاغنية يا حنان، وبتعرفوا اكيد انا يعني شو بيني وبين حنان. يعني كيف احكي لكم اياها، البنات مقطعين حالهم علي، عارفين. جد بحكي، جد والله اخوان، انا وبحكي رنت علي بنت اسمها حنان، بنت كثير صاحبة معي، ما بدي احكي لكم كثير بس اسمعوا. الو حنان. الو، معك اخوها لحنان. اوكي خلينا نشوفها مع بعض. مساء الخير مساء الشهرة، انا اسير الاحزان. اه يا حنان، اه يا حنان، اه يا حنان، في المستقبل حبيت الدنيا من بعد. شوف ليش كبت احن. يا اخواني كثير بحزن بسرعه، الفيديو كثير مؤثر يا جماعه، شايفين هذا الفن، هذا الفن الحقيقي. سيبكم من تامر حسني وعمرو دياب وهالهبل هاد كله، أسير الأحزان بس فقط لا غير. اول شيء لاحظته في الفيديو انه طلع يا اخي. طيب هون انا هون عندي سؤال، بس الدموع اللي عوجه حتكون واحد من اثنين، الخير رقم واحد انه هو جاب مي زيي وحط على عينيه منهم. هلا عادي اذا بده يعمل هيك عادي جدا ما فيها إشي، بس معقول هو تغلب كل هاي الغلبة عشان يعمل هذا الفيديو؟ هو شايف الفيديو نجاحه يتوقف على الدمعة هاي، مش فاهم. انا مش فاهم جد. والخيار الثاني انه هو فعليا كان يعيط جد، يعني هو كان جد بعيط وراح صور الفيديو. ولما افكر في الموضوع زي هيك يعني معقول هو جد، يعني هو كان يغني بيغنيها جد عن جد يعني، ولا هو كان بتخوت يعني مش عارف. قول يا رب ما يجي أسير الأحزان يرفع عليه حقوق نشر على هذا الفيديو، إذا رفع عليه حقوق نشر يعني أنا خلاص حفقد الأمل من البشرية كلها. خلال الفيديو أسير الأحزان بيعطي المشاهدين بوسة. أسير الأحزان تحبوا أصير أعملكم زي هيك في فيديوهاتي، ألبس نظارة شمسية وأعطي بوسة هيك. أنا أسير الأحزان معكم أحمد أبو الرب. اتوقع وصلتكم كل الفكره عن هذا الفيديو قديش هو غبي. الفيديو تبعه عليه 3.5 مليون فيو. انا متضايق، تعرفوا يا اخوان ليش انا متضايق؟ انه هو جاب هالقد فيوز. أسير الأحزان بيستاهل اكثر مشاهدات، يعني اشمعنى هو يجيب 3.5 مليون فيو بس وروح مثلا هذاك تبع جانجنم ستايل هذاك الكوري يجيب 2 مليار مشاهده؟ الاثنين بيلبسوا نظارات، يعني شو الفرق بينهم؟ كمان اشي بدنا نحكي عنه في تفاهة نيوز اللي هو قصة البليزلا. اللي ما شاف موضوع البليزلا هو عبارة عن فيديو بيجي يكون واحد هيك شكله بيحكي لواحد تاني هيك شكله بليز، لا بليز، لا بليز، لا بليز، بس هيك
بس هل يمكنك أن تعطيني شعرك لأنه لدي موعد مع الكراش؟ لا بليز لا بليز لا بليز. ممكن تسألوني طب أحمد ليش أنت بتحكي عن الموضوع ما دام أنت شايفه تافه وغبي ومش مستاهل، ليش بتحكي عنه؟ أنتم مش مستوعبين كمية انتشار هاي الشغلة، هاي فينومينم. أغنية البليز، أغنية البليز عليها 2.5 مليون مشاهدة بأسبوع، وهي على الترندينج كمان على صفحة الرائج، الأشياء الرائجة. فيديوهات البليز عم تجيب 600,000 و500,000 و400,000 زي هيك كلياتهم. الموضوع كثير منتشر. عشان أكون صريح معكم يا جماعة، أنا أول مرة شفت واحدة من هدول التنهيفات ضحكت عليها، يعني كان إشي تحشيش. بليز لا، بليز لا، يعني هذا الحكي قبل 3 أسابيع أو أسبوعين، وكان إشي بضحك وعادي. بعدين بلش أشياء زيادة تطلع، زي مثلا بليز لا، بليز لا، بليز. صار في أغنية للبليز. بليز. تمام، صار في أغنية للبليز، شو المشكلة؟ أوكي، في إشي حتسمعوه كثير في تفاهة نيوز، اللي هو التيك توك. التيك توك هو موقع الشباب والشابات بحطوا الأغاني وبيعملوا فيديوهات عليها، والتيك توك هو عبارة عن زي الدارك ويب تبع التفاهة. التفاهة توصل لمراحل قد ما تتخيلوا تفاهة الموضوع هناك، ما احتفهم عليه إلا لو تشوفوا بعينكم. هو موقع كثير نعرف آخر فترة بنشهروا عليه الشباب الأغبية. والبنات اللي عارفين كيف يا جماعة، عارفين كيف السوشيال ميديا بتشتغل. فكونوا موضوع البليز هذا انتشر، تيك توك تبنى هاي الفكرة وطورها، رفع التفاهة من هون لهناك. لا لا لهناك، هناك عارفين، هناك فوق. مرحبا يا لذيذ، ممكن نتعرف؟ بليز ها بليز لا، بليز لا، بليز لا، بليز. مرحبا يا لذيذ، ممكن نتعرف؟ بليز ها بليز لا، بليز لا، بليز لا، بليز لا لا. هيك 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 الكل قاعد بيعمل على تيك توك. يكون في تعليق ايش اتفه اشي شفته في هذا الفيديو. بعطي اوكي، بعطي تفاهات اليوم 10 من 10، تفاهة كاملة متكاملة، كل عناصر التفاهة موجودة. ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب لو سمحتوا. بليز. نشوفكم على الفيديو الجاي يا اخوان. مش عارف، خلوني انا اروح انشف شعري. لا تنسوا تعملوا فولو على الانستغرام. اشوفكم في الجاي، باي.